احفظ الله يحفظك. وأفضل من شرح هذه الجملة من هذا الحديث هو ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله: فمن حفظ أوامر الله ونواهيه وحقوقه وحدوده صار ممن امتدحهم الله عز وجل في هذه الآية: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لمن؟ لكل أواب حفيظ. الحفيظ فسر بأنه هو القائم بالواجبات، الحافظ لأوامر الله، والحافظ لذنوبه لكي يتوب منها.